عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم في القناة ديالي. الوصفة ديال اليوم غادي تكون عبارة على بيتزا بدقيق القمح الكامل ورقائق الشوفان. بقاو معايا حتى الاخير باش نشوفوا التتمة ديال الوصفة. بالنسبة للعجين غادي نحتاجو على بركة الله 4 أكواب معيارية ديال دقيق القمح الكامل بالنخالة ديالو. هذا هو الكوب اللي خديت به المعيار، غادي نحتاج 4 منه ديال دقيق القمح الكامل، ووحدة ديال الدقيق الأبيض، ووحدة ديال رقائق الشوفان اللي كتشوفوا دابا في الصورة. هذه هي الصورة ديالهم، ما يكونوا لا مطحونين لا والو، يعني الحبة تكون كاملة. غادي ناخدوها وغادي نفزقوها في واحد سلافة، نديرو عليها شوية ديال الماء غير من الروبين عادي، ونخليوها حتى كترطب مزيان، عاد كنوليو نضيفوها للعجين. بالنسبة للتنسيم فدرت واحد شوية ديال الإبزار، وشوية ديال بودرة ديال التومة، الملحة القياس اللي بغينا، وغادي نحتاجو واحد معلقة كبيرة ديال لاموطارد فكتعطي مذاق زوين للعجينة. غنحتاجو شوية ديال أعشاب منسمة على حسب الرغبة، وغنحتاجو لواحد الكاس ديال الكريمة أو لا كاس ديال دانون طبيعي، والخميرة بطبيعة الحال. دونك غادي نزيدو هادوك رقائق الشوفان بعد ما فزاقو مزيان، غادي نزيدوهم على انواع الدقيق اللي عندنا. انا هنا اختاريت نعجنهم في الروبو، ممكن نعجنهم غير بيدينا، يعني ما فيهمش شي تعب، بشويه ديال الماء دافي، يعني بحال الا غادي نعجنوا الخبز. لينا لاباط ديالنا جيدا فكنحصلوا على هذه النتيجه، يعني عجين رخو وكيلتصق بالايدي. هذه هي لا تكستور ديالو. كنزيدو عليه 4 كوب ديال الزيت الزيتون، ما كنحاولوش اننا نعجنوها داخل العجين، يعني غير كنخليوها كطبقه فوق من العجين بهذه الطريقه هذه. وغادي نغطيو لا كوف ديالنا بواحد الفيلم اليمونتير باش نسرعوا عملية التخمير، ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو على 3 مرات. والشكل ديال العجينة ديالنا من بعد ما كتخمر لينا هنا كننزلوها واحد شوية صافي، وكنبداو كنخدمو بيها. خمرت لي العجينة ديالي كيف وريتكم، سرحتها في هذا المول هذا، رشيت على المول واحد شوية ديال سميدة رقيقة باش تجيني شوية كروستيونت، سرحتها. وهنا في الأطراف درت دي مورسو ديال الموتزاريلا، وغادي نبدا كنجمع عليهم بالعجينة. هي هاد العجينة ديال دقيق القمح الكامل راه كتكون شوية صعيبة في التعامل، ولكن كتبقى بديل صحي بالمقارنة مع اللي تتكون مخدومة غير ب يعني غير بالدقيق الأبيض. كلشي دابا وعى بأن خصنا نبدا نستهلكو الحبوب الكاملة، يعني أي منتدى أي موضوع كيهم التغذية فتي يهدر أول شيء على ضرورة تغيير العادات الغذائية ديالنا. كنتمنى أن هاد العجينة اللي شاركت معاكم تروق الإعجاب ديالكم، لأن فعلا غادي ندير شي حاجة تحت من الليمون باش ما يبقاش يسمع هذاك الصوت. سمحوا لي. الوغ صافي، كنطلع شويه هاد لي كوتي، وهذه غادي نخليها هكاك عاديه، لان ولادي ما تيفضلوش الفرماج بزاف، ما تيبغيوش ليا في البيتزا ما تيبغيوش ان غروند كونتيتي، هذا علاش غادي نخليها هكاك.
غادي ندير ليها واحد لاغوغ هنايا من الجناب، وندير ليها واحد زين خفيف ونتلاقاو من بعد. غادي ندهنو هاد الحواشي ديال البيتزا، واحد الحبه ديال البيض مع شويه ديال لاصوص صوجا، غادي نخلطوهم. غادي نبداو تندهنو هاد الجوانب هادو. هاد المسألة، هاد المرحلة هادي اختيارية، يعني نقدرو نستغناو عليها. انا في هاد الوصفة هادي اللي بغيت نشارك معاكم فعلا هو العجين، لانه عجين رائع. فكنستمر بهذه الطريقة هذه حتى كنكمل جميع الجوانب. ومن بعد كنبداو كنرشو بواحد لو ميلونج ديال لي غران. هنايا عندي شويه ديال الزنجلان، شويه ديال زريعه الكتان، شويه ديال لي غران دو بافو، وشويه ديال لي فلوكون دافوان. صافي، نبداو كنزينو من هنا من الجوانب، غير باش نديرو ان غابيل بان راه هاد العجينه راها مخدومه دقيق القمح الكامل ودقيق الشوفان. وهاد لي غرين هادو راهم مهمين لواحد الدرجه ما كتصورش، غنيين بالاملاح، وحنا للاسف ما كنستهلكوهمش بزاف في حياتنا اليوميه، يعني تنستهلكوهم اكثريه في الصفوف ديال رمضان او لا يعني في مناسبات وفي وصفات محدوده اللي كنستهلكو فيها هاد لي غرين. دونك هنا غادي ندير لاصوص طوماط ديالي، غادي ندير ليها واحد شويه ديال القرعه خضراء تكون محكوكه. فانا كنحاول ان لا بيتزا ديالي، يعني واخا كتعتبر من لي فاست فود، ف كنحاول نغنيها بواحد شويه ديال الخضار. وحتى هذيك لاصوص طوماط انا راني كنخدمها في الدار، كندخل فيها مجموعه ديال الخضر. الا بغيتو راني نشارك معكم طريقتي في تحضيرها. من بعد ما درت هذيك الكميه ديال القرعه، هنا درت واحد شويه ديال الكفته اللي شحرتها مع شويه ديال البصله وشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وشويه ديال التحميره. المهم العطريه ديال الكفته تستعملوا اللي نتوما بغيتو. كنزيدها من الفوق، هنايا عندي واحد الميلونج ديال الفرماج، عندي فرماج حمر وعندي شويه ديال الموتزاريلا، غنزين بهم. وكنبدا كندير دوك لي غيست ديال الفرماج اللي عندي، نحاول نغطيها كامله ونكمل بواحد الحكيكه ديال الزعتر.
صافي هكا غادي ندخلها للفران ونتلاقاو ان شاء الله مني توجد. شي درتو بالنسبه لهاد البيتزا؟ سوف كو هادي ما درتش ليها كميه كبيره ديال الفرماج لانني عندي في الدار ماشي كلشي كيبغي البيتزا فيها الفرماج بزاف. ندخلهم الفران ونتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. وكانت هادي هي النتيجه ديال البيتزا ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. كتاخد واحد شويه ديال الوقت هي في الطياب، ماشي بحال البيتزا اللي مخدومه بالدقيق الابيض، ولكن يعني عجين يستحق التجربه. فشفتوا كيفاش كيجي رطب وخفيف، ما كيجيش ناشف. غادي نقطع لكم منها واحد لو مورسو باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي فريمون خفيفه وماشي ناشفه نهائيا، لان هذيك الكريمه اللي كنديرو في العجين فكتغنيه اولا لانها فيها نسبه من المواد الدهنيه، وكتعطيه واحد الهشاشه، فكنحصلوا على نتيجه هائله. كان هذا هو الاقتراح ديال الحلقه ديال اليوم، بيتزا بدقيق القمح الكامل ورقائق الشوفان. كنتمنى انكم تجربوها باش تعرفوا دو كوايل ساجي، وكنتمنى يعني اننا نصلحوا او لا نصححوا شويه عاداتنا الغذائيه ونوليو كنستعملوا الحبوب الكامله لانها فعلا كتبقى هي البديل الصحي للصحه والجسم ديال الانسان. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، خليوا لي دي كومونتير، واللي مازال ما تابوناش يتابونا معايا. خليت لكم الراحه.